عبد الإله حدار. شنو الحدث هذا؟ ممكن صغار ماشي ممكن صغار. السبب شنو هو السبب الحقيقي؟ السبب ما هو اغتصاب، ما هو اعتداء، ما هو والو. شنو السبب؟ سبب سبب ما كاينش سبب. انا كنبغي هكا الهوايه ديالي الفونتاسم ديالي ميول ولا هوايه؟ ميول. السبب سبب 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 بحال ديال دريه مع دريه، بحال انا دري نقدر نمارس مع دري، ما نقدرش نمارس مع دري مع الدراري، ما نقدرش نلقى راحتي مع دريه، ما يمكنش. تقريبا الانسان السن اللي كتشوف فيها الميول ديالك؟ السن 7 سنين. منين كنت صغيره وانا كيحكم عليا المجتمع. تقريبا منين كنت صغيره وانا كيحكم. تعرضتي لمحاولة اغتصاب؟ لا عمرني اعترضت محاولة الاغتصاب. ما عمرك ما سولتي راسك علاش؟ لا انا مسولة راسي، ولكن عارفة راسي انا الميول ديالي كنجذب الانثوي ماشي دكار ولا شي حاجة، فهمتي؟ مع طبيب نفساني؟ لا لا، واخا مشيت عند طبيب نفساني مشيت عند اطباء عالجوني، ما يمكنش نتعالج انا. علاش ما يمكنش؟ شي ديال الله. واش الفونتازم ديالك ولا ملي كليك؟ الفونتازم ولا ملي؟ الفونتازم الطايره. ماشي على الحاله الماديه، الحاله النفسانيه ديالي انا كنبغي ترتاح من برا ومن الداخل، والمجتمع كيحكم عليك. وشحال من واحد كيتعدى علينا. انا اخر مره ضربوني الكتفي، اخر مره ضربوني الكتفي تعدوا عليا، ما داير لهم والو. ماشي غادي في الشارع ما داير لهم حتى شي حاجه، وفي الدوغناج ديالنا كيحتقروني بزاف. واش المجتمع ماشي رحمتش؟ ما كيرحمش، ما كيرحم انثى، ما كيرحم دري، ما كيرحم معاق، ما كيرحم اللي مريض، فهمتي؟ بحال الناس اللي دايرين الدينين عندهم الحياة عندهم هادي، غتبقى غير منطقة نائية. المشكل داخل العائلة. غتبقى منطقة نائية الناس اللي دايرين الحياة. منطقة نائية ما عندهم ما يشربوا، ما عندهم لا ما، ما عندهم لا الجهاز ديال النقل، ما عندهم حتى شي حاجة. كيقول لك الإسلام الدين، كيقول لك كيحكموا علينا حنايا حالي البيران، وكيقول لك من راى منكر فليغيره. كيشوفوا دريه كتاكل عصا في الشارع من عند واحد كيتعدى على اعتداء ما كيهضروش، كيقول لك اللهم هذا منكر. الحاجه اللي باينه واضحه كيهضروا عليها وكيعايروها وكيشتموها. بزاف راسك مرفوض من المجتمع. انا مرفوضه من المجتمع ومرفوضه من شحال من حاجه، ما كناخذش الحياه اليوميه بحال الناس. شنو السبب؟ السبب هادو هما المغاربة، هادو هما المجتمع ديالنا. كيفاش تعيش وسط العائلة؟ وسط العائلة كنعيش مزيان، ما كنلقاش مضايقة. لا عائلتي الله يعمرها دار. في الشارع كنلقى مضايقة مع أشخاص، كنقدر ندوز ما نتعرفش، إلا خرج ماشي طبيعية ولا شي حاجة، فهمتيني؟ كنولي معروفة، كنولي مضروبة، كنولي شحال من حاجة. هيا يدي نوريها ليكم. وليت غادة وليت غادة تليفوني كنولي حاطة في شي قهوة ولا كنولي حاطة في شي سناك ولا شي حاجة. الاعتداءات بزاف. أنا آخر مرة وحدين شدوني ضربوني تعداو عليا ما داير لهم والو. تيقول لك من رأى منكر. أنا كنطالب شي جمعية تساعدني ولا شي حاجة. ما كايناش جمعية، جمعية كيعطوك هذا بريزرفاتيف، كيعطوك لا بخيبخا، هما اللي كيساعدوا المجتمع وكيساعدوا المثليين وكيساعدوا الدريات اللي كيخرجوا للشارع بالليل، كيساعدوهم على الدعارة وبريزرفاتيف وشحال من حاجة، وشحال من لي موبلات فيهم قوادة، وشحال من حاجة لي سونتر ديال السبا هنايا، شحال لي صالون، شحال من حاجة، وما كيديروش الإجراءات الأمن الوطني. الامن الوطني اجراءات علينا حنايا، حنا راه ما كنشفروا ما كنضربوا ما كنديروا والو، راسنا براسنا كنتهلاو فيه وكنتهلاو في حياتنا. كيقول لك علاش هادي حرام هادي، كي تقدر تجي الجمعيه مجموعين دراري مجموعين بزاف هما وصحابهم كيضربونا كيتعداو علينا. انا اخر مره عاوتاني ضربوني راسي تعداو عليا ما داير لهم والو هنايا. عاوتاني جيت حاجبي هنايا، انا كنطالب شي جمعية ولا كنطالب شي أخ يكون شي أخ يكون في خارج البلاد. أنا نصايب الباسبور، نصايب لاكارت ناسيونال، كنطالب أنا داك السيد يساعدني ويشوف من حالي. أنا كنقلب على نيميرو التليفون ديالو، صوفيا طالوني كنقلب على نيميرو التليفون ديالو،
باش ما كان يعاونني يساعدني. لا كنت تواصلت معاه كنت تواصلت معاه ولكن مشى ليا الهاتف النقال دي فهمت تاو مشى ليا الهاتف ولكن دابا هاز تليفوني. النفسانيه ديالك مدمره مدمره بزاف. ليل ونهار كنبكي ليل ونهار. انا ما كرهتش نخدم ونجمع راسي ما كرهتش شي واحد يساعدني يلقاني كاخي. ترجع راجل؟ لا نقدر نرجع راجل ولا نخدمت الا ما خدمتش فهمتي. نبقى ما ضربتش ليا الرجوله بالخدمه بالماده ولكن الرجوله راه فيها وفيها حالاش فيها وفيها الرجوله. الرجل اللي كاين اللي كيفيق مع 6 ديال الصباح كاين شي واحد كيفيق مع 3 ديال العشيه وكيقول لك انا راجل راه ماشي الرجله هي هذيك. اي نعم معقول هو اللي كيف ما حاولتيش تفكر ترجع راجل؟ اه ما فكرتيش ترجع ومالي انا راه داكار ولكن انا بصيفتي مراه. علاش؟ كيفاش داكار بصيفتي مراه ولا شويه؟ انا لا انا كرتاح حقه انا كرتاح حقه. انا كنمارس مع الرجال ونقدر نمارس حتى مع مراه ولكن ما كنرتاحش فهمتي الميول ديالي. نمارس مع امراه علاش حجاج انا ماشي داكار راه داكار ولكن الهيئه دابا انثى. هيئه انثى انا كنبغي نخرج دايره بحال هكا. واش كترتاح تكون داكار ولا انا مرتاحه؟ داكار ام انثى؟ داكار. شنو اللي رسالتك للمجتمع باش يرحموكم؟ رسالتي للمجتمع الناس يزموا فيهم ويعزوا ولادهم الدنيا دواره بحال ما كان الصابون اللي ما صب اليوم يصب غدا. شحال من واحد طلع بحالي شحال من واحد راه واحد راه كان كيعايرني انا كبير طوغناج ديالنا كان كيعايرني وكان كيضربني وشحال من حاجه وانا كنت صغير وما فاهم والو. حكم عليا المجتمع هو حكم عليا وهو والمجتمع وانا باقي صغير وما فاهم والو. شعرتي شي اعتداء في اعتداء ضرب وجرح اعتداء في الدبر ديالي ولا شي حاجه؟ لا 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 عمرني تغتعصبت. انا 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 هنا وهنايا انثى ولكن جهاز ذكري انا داكار. انا كنعترف براسي انا داكار من التحت ولكن من هنا وهنا قلبي ودماغي انا انثى. انا دريه كنعتبر راسي دريه ما كنعتبرش راسي دريه. هما كاينين عادي الميول ديالهم كيميل لهاد هاد الاطروحات هادي. يعني تشكون هي مرا وعزيز عليها تصاحب مع الدراري؟ اه مرا وكنتي تصاحب مع الدراري. الفوتاز الفولتازم ديالها كيميل للمرا ما كيميلش للراجل. تقدر ما ترتاحش تقدر تزوج دير وليدات دير شحال من حاجه ما غاداش ترتاح مع الزوج ديالها غادا ترتاح مع انثى بحالها. شنو هي رسالتك للمجتمع؟ رسالتي للمجتمع عادي انا عايشه دابا مع المجتمع عادي باش ما قسم الله. رسالتك لشي جمعيه باش تعناكم؟ ها؟ شي جمعيات تساعد الجمعيات تساعد حتى الدراري اللي ما خدامينش تساعد شحال من واحد بارك شحال من واحد مريح شحال من واحد ما عندوش شحال من واحد مسكين الصير ديالو كاع ما كيكمل ليه غير في الخدمه ديالو الصالير ديالو كاع ما كيقدر يكمل بيه حتى السيمانه فاش كيكون خدام ولا شي حاجه ولا فهمتيني؟ المجتمع ديالنا مسكين راه فاشل ولا ما بقاش راه الثنائيه اللي ما فهمناهاش قلتي وفي قلبي انثى ولكن الجهاز الذكري ديالي راه انا راه دري ماشي دري. قلب الميول ديالك؟ اه قلب الميول انثى. تفكر دير عائله وتبعد على شي طرجه؟ ولاش غادي ندير عائله مالي؟ واش غادي نتزوج انا وغادي نولد؟ انا اصلا باغا نتزوج ونولد مالي اش غادي نتزوج شي بلاد اخرى؟ كون كنت انا ما كرهتش نكون دريه والده عندي الاولاد وسد عليا راجلي وهذا القصه ديال بيزار هادشي شي تقول علاش لا ما كاينش بيزار ما تقبلوش دابا انتي دابا تنشوف كان في صور شمرا قلت يا راجل انا راه دوختيني هادشي شي تقول اول مره علاش غادي نقول بيزار؟ لا شي حاجه بيزار غادي نقولها كنقول شي حاجه راه كاينه في اي مجتمع في اي دوله في اي بلاد في اي ميساجك الاخيره. كنشكر قناة عبر وكنشكر الناس اللي كيصوروا معنا والناس اللي كيدعمونا و الله يسرنا في دار العيب لا عيب والناس المجتمع المجتمع طريقة التعامل مع المجتمع دابا كما جيتي كما قلتي لي جيتي من الدار تلهنا ولكن ما عرفوش واش داكر ولا انثى. اه عادي عادي ما عرفونيش داكر علاش؟ ملي كيعرفوك راك داكر بصفة انثى. اه باش كتكون المعامله كتختلف. اه كتختلف على بعض الاشخاص شي كاين اللي مخبي وكاين اللي باين حنا راه باينه كيت اللي مخبي وجه مكشوف وجه مكشوف وجه معروف. نعاود السؤال واحد السؤال فيه كتقرا واش راجل عندي انا مرا انا مرا نقدر نقول الله يرد الله يرد بينا كاملين ويرد بامه سيدنا الله يهدينا الله يهدينا.